أحمد، دلوقتي جاء معادنا مع تقريرنا اليومي عن سماحة الإسلام والأخلاقيات اللي لازم نتعامل بيها، واللي النهاردة هتكون بعنوان لا تتكبر بالتزامك. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. بسم الله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا أبو هريرة لما آمن بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان مبسوط جدا، وراح على والدته يبشرها إن هو آمن، وكمان يقول لها تآمن بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. لكن النتيجة كانت صادمة جدا. سيدنا أبو هريرة قال لوالدته إن أنا أسلمت، ما فرحتش، زعلت، زعلت جدا كمان، مش زعلت بس، كمان قال لها يريد تأمني بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. قالت له النبي، وراح يتسبى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا أبو هريرة زعل جدا وروح لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وحكى له الموقف وقال له اللي حصل. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم راح داعي لأم سيدنا أبو هريرة وقال اللهم اهدي قلب أم أبي هريرة، وقال له روح روح البيت دلوقتي. سيدنا أبو هريرة لما روح البيت لقى والدته مغتسلة وقاعدة بتدعي ربنا وبتقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله. عايز أقول لك حاجة مهمة جداً، ناس كتير مننا ممكن يعامل أهل بيته بتعالي لو هو كان ملتزم شوية، وكمان بيحسسهم إنه أحسن منهم، ومعاملته تبتدي تسوء لمجرد إن في حد عنده مش ملتزم قوي أو في حاجات بتفوته. عايز أقولك إن ده مش صح، وده مش من الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام علمونا إن إحنا يكون عندنا أدب حتى مع العاصي، يكون عندنا أدب حتى مع الناس اللي بعيدة عن ربنا، ويكون عندنا إحنا هدف كمان إن هم يقربوا، ومش هيقربوا إلا إذا شافونا قدوة. إني أنا التزمت بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وبحياة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وقدامي حد عنده مشكلة في الفهم أو بعيد شوية أو هو يعني مش قريب أو ربنا، المفروض إني أنا أعمل إيه؟ أول حاجة يكون نصحي وإرشادي حقيقي في أفعالي، يعني ما أقولوش اعمل كذا وأنا يعني في حتة تانية وفي دنيا تانية ويكون كلامي مخالف فعلي وفعلي مخالف كلامي، لأ. وكمان عليك بالدعاء ودعاء الصالحين كمان. لو عندك حد في البيت اوعى تتكبر عليه بأن أنت راجل ملتزم، لأنك ما تعرفش ربنا ممكن يعمل إيه هنا وما يعملش إيه هنا. خد بالك، ربنا سبحانه وتعالى لما من عليك بعبادته أو من عليك بالهداية في بيت، لازم تكون واعي جدا لرسالة ربنا ليك، إن أنت خد بإيد اللي جنبك، أنت امسك إيد اللي جنبك واجبر بخاطره وخد بإيده على الطريق الصح، لأنه لو شافك قدوة حقيقية هيمشي وراك ويتبعك، وكلنا على سكة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. كل سنة طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.